نروح بقى للاكاديميات بقى. طيب حضرتك بتقول لي ما شاء الله عندنا اكبر قاعده موجوده في افريقيا وفي الوطن العربي، ممكن تكون في العالم 10,000 لاعب، ما يقرب من 10,000 لاعب في اكاديميات النادي الاهلي، قاعده كبيره. النهارده الاعداد الكبيره دي يا كابتن شطه بتصدر بقى لقطاع الناشئين، ما هي خطوات الاكاديميات وبعد كده قطاع الناشئين. هي الاكاديميات دي بتشتغل وبتدرب وكل ما تيجي فتره من الفترات انك بتطلع لعيب كويس، اول حاجه لازم القطاع هو اللي يشوفه. تمام. بعد كده اللاعب ده لو ما لو لو موفقش انه يخش في القطاع، انت بتفرح كمان لانديه مصر كلها. ليه؟ لانه انا السنه دي اخرها يعني السنه اللي فاتت يعني اول السنه دي خرجوا من عندي اكثر من 150 لاعب في كل الانديه الاخرى. ما شاء الله. انا عندي في المقاولين وعندي في الانبي وعندي كل اللعيبه دي، راحت من الشرقيه من ابو كبير، وراحت من المنصوره، وراحت من دمياط، وراحت. انا ما قدرتش اخد العدد ده كله. طبعا القطاع اللي خده بتاع 20 او 40 او 60 القطاع بينتقي الافضل وبعد كده اللعيبه بتروح لانديه اخرى، واحنا ما نقدرش نمنعها لانه دي سياسه اسمها سياسه تطوير بتطور اللاعبين. فانا بقول دلوقتي السنه دي الحقيقه ربنا كرمنا ووفقنا مع قطاع الناشئين حياة كابتن خالد بيبو، ادانا مساحه نأي فيها بعض اللاعبين الاكاديميه، نلعب بيها دوري منطقه القاهره اهلي بيه. دي من اهم الحاجات اللي احنا توفقنا فيها. فرصه للمواهب اللي موجوده بقى. عندنا ثلاث مراحل سنيه 2010 2011 2012 2013 ما لقيناش مساحه في القطاع يسجل لنا، لكن هنلعب بيها دوري اسمه دوري اكاديميه النادي الاهلي لكل الاكاديميات اللي موجوده. ده الدوري زي دوري داخلي بين الاكاديميات كلها. بس اكاديميات خارج اكاديميه النادي الاهلي. النادي الاهلي هيلعب بمنتخبات وباقي الاكاديميات اللي هي 40 اكاديميه هتشترك معانا في هذه في اجازه النصف العام ان شاء الله. انا شايف الصور معروضه دلوقتي يا كابتن شطه، يا ريت تكبروا لنا الصوره لعند اكاديميات النادي الاهلي لكره القدم. اول حاجه الملاعب، اهتمام كبير بالملعب اللي موجود للناشئ الصغير، الزي الموحد على اعلى مستوى، الادوات كمان، الكور، كل الادوات يعني النهارده. لا ده اكاديميات على اعلى مستوى. شوف كمان الاكاديميات دي يا كابتن اسامه، الاكاديميات دي في الامارات. عندنا يعني خمس اكاديميات في الامارات. النادي الاهلي. النادي الاهلي اوفيشال، حاجه رسميه بتعاقد مع النادي الاهلي عن طريق الاستاذ احمد، تحت رعايه النادي الاهلي. والاستاذ احمد الشريف المسؤول عن هذه الاكاديميات. يعني الرجل الرياضي اللي هو الحقيقه من اهم الرياضيين اللي موجودين. دعوه بقى لكل المصريين وخاصه الاهلاويه المقيمين في الامارات، دي اكاديميات النادي الاهلي في الامارات، واحنا بنتكلم في قناه الاهلي، فرصه بقى لابنه بيحب النادي الاهلي وشايف فيه موهبه كبيره او حتى بيمارس رياضه، فرصه شايفين المستوى والرقي والادوات والنظام، وشايف حتى وقفه اللعيبه. والله حتى المدربين اللي موجودين هناك اغلبهم مصريين. خلي بالك كويس. والمسؤول الحقيقه المدير الفني كابتن محمد السيد. حلو. لاعب النادي الاهلي السابق. طبعا. وهو المسؤول الفني والمسؤول الاداري الاستاذ محمد السيد، الحقيقه اخ مصري برضه عنده خبرات كبيره جدا في المجال ده. والان عندنا اكاديميه في ابو ظبي وفي دبي وفي الشارقه وفي العجمان، يعني خمس ست اكاديميات موجوده في الامارات. بنقول للناس هناك دي اكاديميات النادي الاهلي مش اكاديميات اخرى، لكن النادي الاهلي هو اللي بيشرف عليها من خلال الحقيقه يعني برنامج معمول للمدربين. وانا حقيقه بحيي كل القائمين على هذه الاكاديميات في هذا الحقيقه البنيه التحتيه اللي انت شايفها دي، حاجه رائعه صراحه الحقيقه. وان شاء الله باذن الله عندنا اكثر من فرصه نتعاون معاهم، يحصل تبادل بين اللاعبين او المدربين بين الامارات وبين النادي الاهلي في مصر ان شاء الله. الصور واللقطات اللي احنا شايفينها وشايف تواجد الكابتن عبد المنعم شطه بنفسه متواجد في الملعب، يعني بيتابع المدربين بيتابع اللاعبين، يعني وجودك في كل الفروع مهم يا كابتن شطه، انك حريص انك تكون متواجد في كل لحظه بلحظه مع المدربين ومع اللعيبه. والله هي دي اهم حاجه، انك تشوف بس البرامج اللي بتتحط دي ماشيه صح ولا لا. ويعني شغل الاكاديميات شغل مش سهل، صعب جدا بصراحه. طبعا. في ظل وجود لعيبه مميزه مع لعيبه غير مميزه، مع لعيبه يعني عايز تصنفها، ودي كل الحاجات دي الحقيقه بتخلينا نحس انه وجود المتابعه من خلال الاداره الفنيه تتابع شغل المدربين، من غير كده لا يحصل تطوير ابدا فيه.